وطبعا انت كده عرفت الاداه اللي هنستخدمها هي اداه رفلس الشهيره جدا. وعلى الجانب الثاني من الحلقه هنستخدم البرنامج الشهير جدا اكتر اي. اهلا وسهلا بمشاهدينا في حلقه جديده من حلقاتنا. رجعت لكم بحلقه جديده في شروحات الكمبيوتر. وزي ما شفت في عنوان الفيديو والصوره المصغره لحلقه النهارده، هنتكلم ازاي تقدر تحرق نسخه الويندوز على الفلاشه بتاعتك. ومش بس كده، هيكون في طريقتين، طريقة من غير برامج خالص، او بمعنى صح هنستخدم اداة بسيطة خالص حجمها ميجا ونص. وطبعا انت كده عرفت الاداة اللي هنستخدمها هي اداة رفلس الشهيرة جدا. وعلى الجانب التاني من الحلقة هنستخدم البرنامج الشهير جدا اكتر اي. تقدر تسمع الجزء المناسب ليك لو عايز تتعلم الطريقتين وتكون قوي في عمليات الحرق. تقدر تسمع الفيديو كامل وبجد هتستفيد. مبدئيا في الحلقة دي هعلمك تحرك اي نظام تشغيل، سواء كان ويندوز او كالينكس او اي نظام بيتم حركه في صورة اسطوانة على فلاش، مش هتفرق، المهم يكون معاك فاير بصيغة ISO. وطبعا لو مش معاك اي نسخة ويندوز هتلاقي بلاي ليست هسيبها لك في الوصف فيها طرق تحميل ويندوز 11 وويندوز 10 وويندوز 7 بصيغة ISO، وشرح طريقة تسطيب كل نظام فيهم كمان. وكمان كان في حلقة اتكلمنا فيها عن ويندوز 11 للأجهزة الضعيفة خالص لو رماتك 1 جيجا. بس كده علشان ما اطولش عليكم، يلا بينا ندخل على الكمبيوتر والشرح هيكون تفصيلي جدا. منور طريقة تحميل سواء الأداة أو البرنامج، وكمان خطوات الحركة بالتفاصيل لحد ما تستلم الفلاشة بتاعتك منتهية تماما. يلا ندخل على الكمبيوتر. وبعد ما دخلنا على الكمبيوتر بتاعنا وادي الفلاشة معانا، بس قبل ما ندخل على جزء الفلاشة تعال ندخل على البراوزر بتاعنا ونحمل اول اداة معانا وهي اداة رفلس. بنروح على المتصفح بتاعنا، وبعد ما نفتح المتصفح بتاعنا بندخل على جوجل، وهتيجي في السيرش كل عليك تكتب رفلس زي ما انت شايف كده داونلود بس كده. وبعد ما نعمل سيرش اول لينك ظهر معاك ده الموقع الرسمي اللي خاص باداة رفلس. الاداة فعلا عبقرية يا جماعة، فعلا فعلا ملهاش وصف، خفيفة جدا جدا جدا. دلوقتي ادي في رفلس بورتاب وفي الفيرجن. ايه الفرق الاداة البورتابل وان بورتاب؟ البورتابل هي نسخة محمولة مش تعمل لها تثبيت، ما فيهاش نيكست 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 انستول. تمام تمام، يلا نضغط على بورتابل، النسخة البورتابل محمولة اللي اضغط عليها تشتغل على طول. تمام، طبعا متاح بكل اللغات يا جماعة. ادي هقول اوبن فايل. تمام، هاخد الاداة واجيبها لكم على الديسك توب علشان نشوفها مع بعضينا. تمام، ادي الاداة زي ما احنا شايفينها كده، ادي نحطها في فوردر علشان اكبرها لكم. زي ما انت شايف كده ادي الاداة بتاعتنا رفلس. تمام، هنضغط عليها ضغطتين كده هتفتح معاك الاداة بالواجهة دي اللي هو بيقول لك ايه، do you want allow رفلس to check for application upload online، هتبحث يعني لو في تحديثات اونلاين. هقول له اوكي يس، احنا طبعا لسه منزلينها من موقع احدث اصدار. اوكي، ادي واجهة الاداة، تعال نشرحها بالتفاصيل. مبدئيا اثناء التحميل انا قلت لك تدعم اللغة العربية، طب هي بالانجلش. كل عليك هتدوس على علامة الكرة الارضية دي شينج ابلكيشن لانجوج، هنضغط عليها كده ونختار اللغة اللي احنا محتاجينها. انا اختار عربيك. تمام تمام، اول حاجة الجهاز اللي هي مقصود بها الفلاشة، الديسك اللي انا هركبه، هركب الفلاشة بتاعتي دلوقتي. وبعد ما ركبنا الفلاشة بتاعتنا في الكمبيوتر بتاعنا جرى على طول انستول كالي نكس. طبعا الفلاشة انا حاطط فيها نظام كالي نكس. تمام، مش هتفرق طبعا انا حاطط ايه، المهم تكون عارف الفلاشة بتاعتك فين وعارف ان الفلاشة بتاعتك هتتفرمت، اي داتا على الفلاشة بتاعتك هتتفرمت. فلو انت مركب في الكيسة بتاعتك او اللابتوب اكتر من ديسك لازم تكون عارف ايه الديسك اللي هتعمل عليه عملية حرق، يا اما تخلع كل الديسكات عشان ما تخسرش الداتا بتاعتك، ودي حصلت مع ناس كتير وكتبتها لي في الكومنتات. تمام كده، تمام خلاص، الفلاشة بتاعتي 8 جيجا حرف جي. تمام، دي اول حاجة في واجهة البرنامج. نرجع لواجهة البرنامج تاني، هنا نوع الاقلاع iOS، المهم هنشوفه. مبدئيا هنا تاني خيار هنا علشان نفهم ده محتاجين نفهم ده اللي هي صيغة الايزو، هقول له اختيار من هنا واجيب صيغة الايزو بتاعتي. تمام، هنا بقى هندخل لطريقين، يا انا معايا الايزو متحملة على الكمبيوتر يا انا مش معايا الايزو هجيبها من على الانترنت.
الأداة هنا عبقرية، في الحالتين هي هتنفع معاك، شايف الأداة دي هتنفع، وبرنامج هارتر أيزو ما ينفعش في الحالة دي، إزاي؟ تعال لما أقولك، هنفرض أنا ما عنديش الأيزو هاي، الأول تعال أوريكم الأيزو هاي اللي عندي، أدي ويندوز 10 إي إن ده الإصدار يعني إكس 32، دي نسخة الأيزو اللي أنا عايز أعمل لها حركة على الفلاشة، تمام، هنفرض إن أنا مش معايا، بعد ما أركب الفلاشة أقول له إيه على السهم ده؟ اقول له تحميل، تمام تحميل، بعد ما اضغط على كلمه تحميل اروح دايس عليها، حمل كده شويه، تمام طبعا لازم يكون عندك كونكت بالانترنت، تمام جاي لي بقى الاصدارات انت عايزها، جاي لي عنده ويندوز 11 ويندوز 10 ويندوز 8.1 ويندوز 7، تمام ايه اي نظام انت عايز تنزله من دول؟ هنفرض مثلا ويندوز 10 متابعه، هيبدا ياخد مني شويه بيانات عن النظام اللي انا عايزه، لغته ايه، بنوته ايه، اصدار ايه، كده يعني بيانات بسيطه تتوقف على سرعه الانترنت عندك، تمام ادي الاصدار بتاعه، ادي كل البلت كل اصدارات ويندوز 10 من ساعه ما عملوه، تمام هقول له متابعه، هنا النسخ هوم برو اديوكيشن، تمام متابعه، اللغه الانجليزيه، اوكرانيه، ايطاليه، برتغاليه، طبعا هتلاقي اللغه العربيه، وبعد ما تخلص بتعمل له متابعه، بعدين بتعمل له تنزيل عادي جدا، ادي النواه، هتقول له تحميل باستخدام المتصفح ولا تحميل باستخدام الاداه، طبعا انا هقفل انا مش هحمل، طب الايزو هاي معانا، هقول له اختيار، اسف لو طولت عليكم، وبعدين اروح على بارتيشن الدي واختار الايزو هاي بتاعتي، جرى الايزو هاي، قاعد لك في وجهه البرنامج الجي بي تي ولا ام بي ار، تعرفها ازاي؟ تيجي على زيس بي سي كليك يمين مانج، تمام كده تمام، هتكمل تقول له تيسك مانج زي ما انت شايف كده ديسك مانج، واجي على الهارد بتاعي علشان ابقى عارفه، ادوس كليك يمين بعدين بروبرتس خصائص. هلاقي على الديتيلز هنا التفاصيل، سرعة تدخل على الفولما اللي هي مساحة التخزين بتاعتك نوعها ايه، هتلاقيها عندي انا ام بي ار، خلاص هفصل ده كله واجي من هنا اختار ام بي ار بس كده، بعدين اقول له من تحت ابدا، هيفرمات لي الفلاشة ويبدا على طول، وبكده تكون انتهت عملية حرك الويندوز باستخدام اداة رافيس، اداة بسيطة جدا زي ما احنا شفنا كده، الموضوع بسيط، وبعد ما تخلص بتلاقي الفلاشة خدت شكل الويندوز، يعني انا حط عليها كلينكس واخدة علامة الكالي، هتلاقيها خدت ايقونة كده مربعة نظام الويندوز، تمام انا مش هشتغل بالاداة دي، في تاني برنامج مشهور جدا اسمه ارترا ايزو انا عايز اشتغل بيه، حقك، طيب نعمله ازاي؟ نجيبه من الصفر خالص ونشرح، هفتح المتصفح بتاعي، هرجع خطوة لورا، هاجي في جوجل هكتب ايه؟ الترا ايزو، تمام داونلود، طبعا ده برنامج شهير جدا عشان كده هشرحه، طبعا نفضل لك اداة رافيس، تمام هختار تنزيل، هيبدا معايا التنزيل على طول، تمام ادي بينزل، نزل معايا برنامج ارترا ايزو، اقول له اوبن فايل، ده شكل البرنامج، هضغط عليه ضغطتين، طبعا البرنامج متثبت عندي، فانا هعمل له انستول بسرعه كده. تمام انتهت عمليه الانستول بتاعتي، ارجع بقى للفايلات، تمام هنروح للفايل بتاعنا، بعدين هضغط عليه ضغطتين عشان نشوف طريقه التثبيت بتاعته، بسيطه جدا، اي اكسبت على الاتفاقيه الخاصه بالبرنامج، تمام بعدين نيكست، بعدين نيكست، بعدين يس، بعدين نيكست، نيكست، انستول، بس كده البرنامج اتثبت معايا، فينيش كونتينيو تو تراي، دي واجهه البرنامج، تمام ازاي برضو هقول له فايل بعدين اوبن، افتح الايزو هاي بتاعتي، طبعا ده مش هينزل نسخه الايزو، انت لازم يكون عندك الايزو، ادي فتحت نسخه الايزو، هقول له بورتاب رايت ديسك ايمج، طبعا الفلاشه راكبه، وهقول له كلمه فورميت وفرمت الفلاشه بشكل يدوي، وبعد ما فرمت اقول له رايت، هتبدا عمليه الكتابه، وبكده يكون الموضوع انتهى. عايز تتعلم بشكل ادق حرك، سوري احنا اتعلمنا النهارده حرك الويندوز، عايز تتعلم بشكل ادق تثبيت نظام التشغيل نفسه، تحميل انظمه التشغيل المختلفه سواء ويندوز او كالينكس او اي انظمه تانية بصيغه الاي او اس، كل عليك هتدخل في بلاي ليست في القناه باسم تثبيت نسخ الويندوز من اي تو زد، وبالبلاي ليست دي حرفيا هتتعلم الموضوع كامل، مقسمه فيديوهات كل فيديو ليه العنوان بتاعه، الحاجه اللي انت مش متعلمها تدخل عليها من الصوره المصغره والعنوان هتعرف هي بتشرح ايه وتتعلمه بس كده، شكرا خالص لمشاهدتك.